واحنا قاعدين على كنبه الصالون ما شفت الا غير الدار اشي ضوء احمر وكله نزل الدار علينا فجأة. طمنا صرنا نقول لا اله الا الله، قولوا اشهد ان لا اله الا الله يما. صاروا بناتي يصرخوا، صاروا يصرخوا على ابوهم هذول يابا يابا يزعقوا، وقولوا يما قولوا لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله الحمد لله. وصاروا واجوا الشباب الله يرضى عليهم ويحميهم والدفاع المدني وصاروا يرفعوا لما طلعونا من تحت واحد واحد. جوز استشهد. طبعا عندي بنت غلبانه هيها 20 سنه، وعندي بنتي هاي الثانيه بعالج فيها ابوها، يعني لولا ابوهم بجرف وطارد عليهم ما بعرفش حد في الدنيا، لولا جوزي هو بجيب وبودي.